السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. نعم ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. من فضلك، انا خالتي اتوفت وانا نعم هي ما عندهاش اخوات ولاد، وعندها بنت واحدة. كان جوزها كاتب لها املاك في خالتك ما باريس، خالتك كان مات. مسافر. صبرا افهم واحدة واحدة كده. خالتك الله يرحمها ماتت ولها بنت وبعد. عندها بنت واحدة وما عندهاش اخوات ولاد، طيب وجوزها كان خارج البلاد وكان ما ينفعش ينزل لكذا سنة، فكان كاتب املاك باسمها، ما هي من فلوس وشقق واملاك وكده، بس هي فلوس وكان كاتبها باسمها. هي لما توفت عمل في اعلام الوراثه ان هي ما عندهاش املاك، قال الفلوس دي بتاعتي وانا كنت كاتب الحاجات دي باسمها، عشان انا ما بنزلش مصر وهي تتصرف لو حصل حاجه. طب والبنت؟ هل ده حرام؟ واللي يروح اعلام الوراثه ويشهد بالكلام ده، هل دي شبهه؟ الآن أنت يعني هو له بنت، لها بنت الميتة. فيها بنت، طيب ولاد عمتها المفروض هيورثوا بالكلام اللي هو هيقوله ده، ولاد عمتها مش هيورثوا، لان هو بيقول الفلوس دي بتاعتي، فلوسه فعلا، و ولا كان و و فعلا هو دلوقتي ثاني صبرا بس يعني، املاك وكاتبها باسمها. ولا البنت ستورث أيضا؟ لا، هو هيدي بنته اكيد. على كل ما المطلوب؟ هل ده حرام؟ ترى وده هيروح يشهد صبرا صبرا يعني سؤالك عن الشهادة التي تذهب تشهد. على تشهد، وهل هو اللي بيعمله ده حرام؟ لان هو بكره اعلام الوراثه لسه، يعني بكره في حد هيروح يشهد بالكلام ده. لا يشهد إلا من اللي يشهد؟ يشهد عليه هيقول ان ما هي ما عندهاش املاك، وهو يعرف كده اللي هيشهد. عارف ان عندها، ما هو جوزها دلوقتي بيقول طيب لها كده شهادة زور، بتاعتي. إياك أن تعملي كده. ده زور، شهادة يبقى زور هو حرام ان هو يعمل كده عشان ما يورثوش، مع ان هي فلوسه، يعني هي كانت فلوسه ما زمان. ندري فلوس ولا، هذه دعواه، هذه دعواه. يدعي أن هذه الأموال أمواله، ولو أعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على المدعي عليه. المرأة ماتت وتركت ميراثا باسمها، فجاء الزوج يقول لها هذه الأشياء كلها لي، وجاب شهود زور ما رأوا شيئا يشهدون له، شهود زور طبعا لا يجوز. ولا يجوز لنا يا إخوة، لأننا سنسأل بين يدي الله. أخوك ثقة مثلا وأنت ما جربت عليه كذبا، لكن باع واشترى مع شخص وجاء قال فلان ضحك علي، هل يجوز لك أن تشهد أنه ضحك عليه؟ ما يجوز لك. اشهد بالذي رأيته بعينك أو سمعته بأذنك، تقول أنا سمعت وقد سمعت، أنا رأيت وقد رأيت. لكن أن تقول أنا سمعت وأنت لم تسمع، أو رأيت وأنت لم ترى، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقل رأيت وأنت لم ترى،